ابراهيم فايق يودع اون تايم سبورتس ويتجه نحو افاق جديده بعد مسيره حافله استمرت خمس سنوات مليئه بالانجازات والذكريات القيمه. اتخذ الاعلامي المخضرم ابراهيم فايق قرارا باغلاق فصل مهم من فصول حياته المهنيه مع قنوات اون تايم سبورتس. من خلال منشور مؤثر على فيسبوك شارك فايق تجربته الغنيه وامتنانه لكل من دعمه في هذه الرحله مشيرا الى العلاقات العميقه التي بناها والتاثير الذي احدثه في رسالته الوداعيه اكد فايق على ان العلاقات الانسانيه واللحظات الجميله هي الكنز الحقيقي الذي يتجاوز اي انجاز مادي معربا عن تقديره العميق لكل فرد من فريق العمل وجمهوره الوفي، كما وجه الشكر الخاص لكبار الشخصيات في القناه الذين ساعدوه ووقفوا الى جانبه طوال رحلته. الفصل التالي في مسيرة فائق المهنية ينقله الى قناة SSC حيث من المقرر ان يقدم الاستديو التحليلي للدوري السعودي بالاضافة الى تقديم برنامج على قناة MBC Action هذه الخطوة تعكس استمرار تالق فائق وتطوره في مجال الاعلام الرياضي حيث يعد واحدا من ابرز الاصوات في هذا المجال على مستوى العالم العربي من المهم الإشارة إلى أن فايق لم يترك أثرًا فقط من خلال برنامج جمهور الثالثة الذي قدمه على أون تايم سبورتس منذ نوفمبر 2019، بل أيضًا عبر برنامجه الإذاعي على الراديو 990 منذ فبراير 2015. الى جانب ذلك تنوعت مساهماته في العديد من القنوات التلفزيونيه والمنابر الاعلاميه الاخرى ما يعكس خبرته الواسعه وتنوع مهاراته في نهايه رسالته اعرب فايق عن امله في لقاء جمهوره في المستقبل القريب ضمن مشروعه الجديد مؤكدا على ان العلاقه بينه وبين متابعيه مبنيه على الحب والاحترام المتبادل الذي يامل ان يستمر الى الابد